السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم في درس اليوم. فاليوم إن شاء الله عندنا درس ضمن دروس لا غرامير، وغنتعرفوا فيه على لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، فأولا غنشوفوا تعريف لي ديتيرمينون ديمونستراتيف، وغنتعرفوا على كل ديتيرمينون بوحدو، وغنشوفوا دي زيكزامبل، وفي نهاية الحصة غنقوموا بإنجاز إكزرسيس أو تمرين باش تفهموا مزيان الاستعمالات نتاع لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. فتابعوا الدرس إلى الآخر. فأولا لي ديتيرمينون أو لي زادجيكتيف ديمونستراتيف sont utilisés pour déterminer, désigner et pour montrer la chose, l'animal ou la personne dont on parle. Donc, les déterminants ou les adjectifs. فممكن نقولوا les déterminants démonstratifs ou les adjectifs démonstratifs. كتعني صفات الإشارة. Sont utilisés pour, كنستعملوهم, لي déterminer, لي نحدد, désigner, لي نشير, et pour montrer, لي نبرز أو لي نبين, la chose, شيء. L'animal, الحيوان, ou la personne dont on parle, ou le شخص اللي كنتكلموا عليه. بصيغة أخرى, هاد لي ديتيرمينون ديمونستراتيف كنستعملوهم مع العاقل وغير العاقل, يعني مع الأشخاص ومع الأشياء ومع الحيوان etc. يعني كنستعملوهم مع العاقل وغير العاقل. Alors, ce sont les mots suivants, يعني هاد لي ديتيرمينون ديمونستراتيف هما هاد لي مو لي غنشوفو. سو سيت سيت سي. سو سيت سيت سي. دونك هادو هما لي ديتيرمينون أو لي زادجيكتيف ديمونستراتيف. الآن غنتعرفو على كل ديتيرمينون بوحدو. غنبداو بسو. سو كنستعملوه قبل من لي نون لي هما masculin singulier. Masculin هو مذكر, singulier مفرد. دونك الى عندي شي اسم مفرد مذكر وبغيت نحددو او بغيت نبينو او بغيت نشير ليه كنستعمل قبل منه سو. بالعربيه كنقولو هذا هذا. On utilise ce pour déterminer un nom masculin singulier. فنوتي بيان, الى عندي اسم مفرد مذكر وبغيت نشير ليه فكنستعمل لو ديتيرمينون ديمونستراتيف سو اللي كتعني هذا. نشوفو اكزومبل او مثال. سو غارسون. سو غارسون. فغتلاحظوا انو غارسون ايت ان نون ماسكولان سينغولييه, يعني مفرد مذكر. فهنا بغيت نشير ليه فاستعملت معاه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف سو. Ce garçon. هذا الولد. داكوغ. دونك الى عندي اسم مفرد مذكر وبغيت نشير ليه فكنستعمل قبل منه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف سو. ليكزامبل الثاني. سو شيان. سو شيان. فهنا غتلاحظوا انو لو شيان ايت ان نون ماسكولان سينغولييه, يعني مفرد مذكر, اسم مفرد مذكر. فالى بغيت نشير ليه كنستعمل قبل منه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف سو. دونك سو شيان هذا الكلب. فكيف قلت في اول حصه انه لي ديتيرمينون ديمونستراتيف كنستعملوهم مع العاقل وغير العاقل. داكوغ. فممكن نقول ايضا سو ليفغ هذا الكتاب. سو ليفغ. الان نمرو لسيت. فهنا سيت كنستعملوها مع الماسكولان سينغولييه دي نون كي كومونس par une voyelle ou un h muet. يعني ماشي اي نون ماسكولان سينغولييه راه كنستعملو مع سيت. Non, les noms qui commencent par une voyelle. Les voyelles, les huma A, E, I, O, U, Y. Ou un H muet. Ou H muet. Donc, huma li kanstamlo ma'hom 7. D'accord? Nchoufou exemple au mitel. 7 élèves. 7 élèves. Fahna ratlahdu anno élève est un nom masculin singulier. مفرد مذكر. نورمالمون غنستعملو معاه سو, ولكن بما انه كيبدا بفويل فغنستعملو معاه سيت. سيت إليف كتعني هذا التلميذ. هذا التلميذ. إليف هو تلميذ.
cet élève هذا التلميذ فبالنسبة لست أيضا كتعني هذا دونك قلنا سو كتعني هذا وست أيضا كتعني هذا داكوغ ليكزومبل الثاني سيت أوم سيت أوم فهنا غتلاحظوا أنو أوم إيت أن نو ماسكولان سينغولي يعني نورمالمون غنستعملو قبل منو سو ولكن بما أنه كيبدا بأش موي فكنستعملو معاه سيت داكوغ نتمنى يكون واضح لكم الان نمرو لست يعني ست اللي فيها دو تي او فست كنستعملوها قبل من الاسماء اللي هما فيمينا سانغولي يعني فيمينا مؤنث سانغولي مفرد فإلا عندي شي اسم مؤنث مفرد فيمينا سانغولي وبغيت نشير ليه فكنستعمل ست العربية هذه هذه هي ست نشوف اكزامبل او مثال ست في ست في فغتلاحظوا انه في ات ان نون فيمينان سانغولير يعني مفرد مؤنث داكوغ فالا بغيت نشير لهذا الاسم كنستعمل قبل منه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف ست ست هذه البنت دونك في هي البنت ست في هذه البنت L'exemple tani, cette voiture, cette voiture. Donc, il a l'acte un nom, voiture, hein? Donc, la voiture, yani ism, mu'annath mufrad, féminin, singulier. D'accord? Donc, il a brit nishir li, kanstamil ma'a, cette. Ou qu'elna un nom, had li déterminant démonstratif, kanstamilu ha, ma'a l'aqil, wa ghir l'aqil. Yani kan qu'elle cette fille, hadhihi l'bint, ou mumkin aydan qu'elle cette voiture, hadhihi l'sayara. الان ننتقلوا لسي سي فسا كنستعملوها مع لي نون ماسكولا و فيمينا مي بلوريال ماشي سانغولي ماشي مفرد نو كنستعملها مع الاسماء اللي هما بلوريال يعني جمع فيا اما جمع مذكر او جمع مؤنث يعني ماسكولا بلوريال و فيمينا بلوريال نشوفوا اكزامبل باش تفهموا مزيان سي غارسون سي غارسون دونك عندي لي غارسون يعني الاولاد لي غارسون فالا بغيت نشير ليهم ما كنستعملش سو او سيت نو لانهم جمع فكنستعمل سي 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 غارسون سي غارسون هؤلاء الاولاد هؤلاء الاولاد ليكزامبل الثاني سي في سي في لي في هما البنات دونك هنا عندي لي في فلي في هما جمع مؤنث يعني فيمينا بلوريال فايضا الا بغيت نشير لهم كنستعمل سي سي في فبزاف ديال الناس اللي كيخطئوا وكيقولوا بما انه الجمع نتاع سو هو سي فالجمع نتاع ست هي ست يعني كنضيفوا اس ست كنضيفوا لها اس فبما انه سو كيولي سي كنضيفوا اس لحدا سو فست ايضا غنضيف لها اس في بلوريال ولكن هذا خطا في اللغه الفرنسيه ما كاينش ديتيرمينون ديمونستراتيف اللي هو ست هكا باس دونك هذا خطا ما كنستعملوش فالا بغيت نشير الفيمينان بلوريال او جمع مؤنث فكنستعمل ايضا سي داكوغ دونك سي كنستعملها بالنسبه لجمع مؤنث وجمع مذكر نتمنى يكون واضح لكم الان ننتقلوا نشوفوا دي زيكزامبل او امثله ليكزامبل الاول cet hôpital est au centre ville cet hôpital est au centre ville دونك هنا عندي hôpital فhôpital هو اسم مفرد مذكر يعني ان نوم ماسكولين سينغولير نورمالمون اسماء اللي ماسكولين سينغولير كنستعملو قبل منهم سو ولكن هذا الاسم كيبدا باش موي لذلك استعملت قبل منه سيت سيت وماشي سو لانه كيبدا باش موي دونك سيت اوبيتال هذا المستشفى اي او سونتر فيل لو سونتر فيل هو وسط المدينه وسط المدينه ليكزامبل الثاني سيت فام اي مالاد سيت فام اي مالاد هنا عندي فام لا فام هو اسم مفرد مؤنث يعني ان نون فيمينا سينغولير لهذا استعملت معاه لو ديتيرمينون ديمونستراتيف سيت سيت فام اي مالاد هذه سيده اي مالاد مريضه ليكزامبل نيميرو 3
ouvrez ses portes. Ouvrez ses portes. فهاد الاسم هو pluriel. Les portes. ففيه S. Pluriel أو جمع. Donc, استعملت قبل منه C. فقلنا دائما pluriel سواء كان masculin pluriel أو feminine pluriel. يعني سواء كان جمع مؤنث أو جمع مذكر كان استعمل معاه C. D'accord? Ouvrez ses portes. L'exemple الأخير. Donnez-moi ce livre. Donnez-moi ce livre. فهنا, le livre est un nom masculin singulier. Ça s'appelle قبل منه ce. فبما أنه livre nom masculin singulier, ça s'appelle معه ce. Ce livre. Donnez-moi ce livre. أعطيني هذا الكتاب. الآن نمر نقوم بإكزرسيس أو تمرين باش نفهمو مزيان لي ديتيرمينون ديمونستراتيف. فهاد الفراغات غتملؤهم ليا بلي ديتيرمينون ديمونستراتيف. فأولا غنقراو هاد لي فراز. إتينيي لوميير. إتينيي كتعني أطفئ أو أطفئو. لوميير هما الأضواء أو الأنوار. بروني شومان. بروني خد شومان. طريق. Voiture est très rapide. سيارة سريعة جدا. Garçon se repose à l'ombre de arbre. يعني garçon ولد se repose يستريح à l'ombre de arbre. ظل شجرة. Plantes sont fleuries. Plantes نباتات sont fleuries مزهرة. فالآن نوقفوا لا فيديو قوموا بإنجاز الإكزرسيس ونرجع باش نصححوا. الآن غنصحو ليكزرسيس بالنسبة لفخاز نيميرو 1 إتينيي لوميير فلوميير أن نون اللي هو بلوريال يعني جمع وقلنا أن البلوريال سواء كان فيمينان سواء كان ماسكولان كنستعملو معاه سي لديتيرمينون ديمونستراتيف سي إتينيي سي لوميير بروني شومان بالنسبة للشما أن نون ماسكولان سينغوليي يعني مذكر مفرد وغنلاحظوا لأنه ما كيبداش بفويل وما كيبداش بأشميي دونك غنستعملو معاه سو بروني سو شما داكوغ فواتور إي تخي رابيد دونك فواتور إي أن نون فيمينان سينغوليي يعني مؤنث مفرد وقلنا الأسماء اللي هما فيمينان سينغوليي كنستعملو معاهم Le déterminant démonstratif 7. 7. Alors, cette voiture est très rapide. هذه السيارة سريعة جدا. Garçon se repose à l'ombre de arbre. Alors, بالنسبة لغارسون est un nom masculin singulier. يعني اسم مفرد مذكر. وقلنا إلى عندنا شي اسم مفرد مذكر فكنستعملو معاه le déterminant démonstratif ce. Ce garçon se repose à l'ombre de arbre. Fahna arbre est un nom masculin singulier. Mufrad mudakkar. Fab l'arabie kanqulu shajaratun yani ism mu'annath, walakin fi l'faransiya arbre est un nom masculin mudakkar, mashi mu'annath. Alors bima anno had l'ism nom masculin singulier, fa ghanstamlu ma'ah ce. Walakin had l'ism yabtadi'u bi voyel bi a. A est une voyelle. Donc, un ktbo, cet arbre. De cet arbre. D'accord? Mais maintenant, il y a l'ism qui est d'abord A, il y a voyelle. Farinstemlo, le déterminant démonstratif 7. Ou machi, ce. Plantes sont fleuries. Donc, il y a plantes, rallahdo, un nom pluriel. Il y a ni ism, il y a ni jamais. Ou qu'est-ce qu'on a, un nom jamais binaoué, quand stemlo ma, c'est. Soit jamais mot d'accord, il y a ni masculin pluriel, ou jamais mot annette. Féminin pluriel, yani الجمع بنوعي كنستعملو معاه le déterminant démonstratif c'est. Ces plantes sont fleuries. وبهذا كنوصلو لنهاية الحصة. نتمنى درس اليوم يكون واضح لكم وتكون استفدتو منو. ما تنساوش تشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعم الفائدة ونتلاقاو في الدرس المقبل إن شاء الله.